حشود لضبط حدود الجولان، انتشار نقاط مراقبة روسية وقوة كازاخية بالتزامن مع إنشاء وحدة عسكرية إسرائيلية. رغم التطبيع مع الأسد، تزايد عمليات تهريب المخدرات إلى دول الجوار وارتفاع معدلات الإدمان في مناطق سيطرة الأسد. آلاف الكرد السوريين يشاركون باحتفالات عيد النوروز شمال وشمال شرقي سوريا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف. أنشأت روسيا نقطة عسكرية جديدة في السهول الغربية لمحافظة القنيطرة على الحدود مع الجولان المحتل. بالمقابل نشر الجيش الإسرائيلي فرقة جديدة على الحدود السورية اللبنانية، كما ملأت قوة سلام كازاخية مكان القوة الإيرلندية المنسحبة من قوات مراقبة فض الاشتباك على الحدود مع الجولان، تحركات تزامنت مع هدوء بين حزب الله وإسرائيل. تتغير القواعد على الحدود مع الجولان المحتل، تنسحب قوى دولية وتدخل أخرى في منظومة المراقبة التي فرضتها الأمم المتحدة تحت مسمى قوة أندوف عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67. في إطار خفض التصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله الموجودة في سوريا، نشرت القوات الروسية العاملة في سوريا نقطة مراقبة جديدة في منطقة السهول الغربية بريف القنيطرة وفق صحيفة الشرق الأوسط، ليرتفع عدد النقاط الروسية إلى 11 نقطة. في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي نشر فرقة عسكرية جديدة تتبع للوحدة 210 وتحمل اسم فرقة الجبال هاهاريم على الحدود مع سوريا وتمتد إلى الحدود مع لبنان وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وبعد هجمات عنيفة شنتها المقاتلات الإسرائيلية على قرى في سهل البقاع اللبناني، تراجع الموقف العسكري كثيرا حيث تعيش الحدود اللبنانية الجنوبية هدوءا نسبيا من جانب حزب الله. هذا ما يفسر قول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن حزب الله يجر لبنان إلى تصعيد خطير، لكن هناك نافذة دبلوماسية مفتوحة بين الجانبين. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية بدء مهام قوات سلام تابعة لها ضمن قوات الأمم المتحدة أندوف المسؤولة عن مراقبة فض الاشتباك على حدود الجولان المحتل على خلفية انسحاب القوات الإيرلندية من أندوف. ويستخدم حزب الله وميليشيات أخرى موالية لإيران الأراضي السورية في عمليات قصف متقطع تستهدف الجولان المحتل منذ بداية 2024 بعد اندلاع الحرب في غزة التي تشهد خرابا يشابه إلى حد كبير ما فعله الأسد وروسيا وميليشيات إيران بسوريا على مدى 13 عاما. ومعنا العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. العقيد أحمد، أهلا بك. في البداية، هناك فرقة عسكرية إسرائيلية جديدة على الحدود السورية اللبنانية، برأيك ما هو الهدف؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. اتفاقية 1974 التي وقعها كيسنجر مع حافظ الأسد يعني اقتضت أن تكون هناك منطقة عازلة ما بين الجانبين، وهذه المنطقة العازلة يمنع أي عمل عسكري من خلالها باتجاه العدو الإسرائيلي بحرا أو برا أو جوا، هكذا جاء. وتم نشر قوات طوارئ دولية تقوم برصد التحركات العسكرية لكلا الجانبين، وتقوم على تطبيق أو على السهر على تطبيق هذه
الاتفاقية، كما أن الأمم المتحدة تسير طائرات مسيرة على طول الحدود من جبل الشيخ وحتى وادي اليرموك لرصد التحركات العسكرية لكلا الجانبين. ولكن بعد اندلاع الثورة السورية وانسحاب اللواء 90 والواحد 61 من هذه المنطقة اختلفت الأمور، وأصبح الاستهداف الإسرائيلي مستمرا للجانب السوري من الحدود. ولكن روسيا التي أعادت تنظيم هذه العلاقات ما بين النظام وبين الكيان الصهيوني، أعادت لواء الحيطة في 90 في الشمال والواحد 61 في الجنوب لهذه الأمور. ولكن انتشار حزب الله بشكل كثيف على مواقع في اللواء 90 في الشمال، وسيطرة حزب الله وبعض الميليشيات على كامل التلال المحيطة في منطقة يعني قريبة من الجولان، أدى إلى بعض الاستفزازات للعدو الإسرائيلي، وهناك قصف وقصف متبادل. لذلك وجدت روسيا يعني بعض النقاط، أوجدت بعض النقاط لضبط هذه العلاقات ولتطمين الجانب الإسرائيلي بأن روسيا موجودة وبأن هذه المنطقة لن تكون جنوب لبنان أخرى، هكذا يريد الإسرائيلي. أما بالنسبة للواء هاهاريم 210 الذي تم إنشاؤه، فأتوقع بأن هناك عملية يعني أمور عملياتية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. الاحتياج الإسرائيلي رأى أو الأركان ارتأت بأن يكون هناك لواء مختص بقتال الجبال، يعني قتال لواء خاص من أجل القتال في الجبال. نعم، لكن هل يفهم يعني سيادة العقيد، هل يفهم من ذلك بأنها ربما تحضير لحرب ما، أم أنها فقط رسائل للردع؟ هي لكلا يعني الهدفين. أولا هي رسالة ردع بأن إسرائيل موجودة في تلك المنطقة وبأنها شكلت لواء، يعني الجانب من الجولان الجانب الإسرائيلي هناك لواء جولاني متواجد على طول الحدود كحرس، يعني حرس إقليمي. أما إضافة هذا اللواء فأتوقع هو مخالفة لاتفاق 1974 فض القوات، وهو لواء جديد يأخذ مكانه في منطقة جبل الشيخ وكذلك في منطقة شبعة، يعني في المناطق الجبلية حيث الثلوج والطبيعة التضاريس مختلفة. لذلك الجيش الإسرائيلي أنشأ هذا اللواء كدفاع إقليمي في هذه المنطقة تحسبا لأي تصعيد في هذه المنطقة، خاصة بأن حزب الله يتواجد من الجانب اللبناني من جبل الشيخ وكذلك من الجانب السوري في جبل الشيخ. فهذا إيجاد هذا اللواء هو وجدته الضرورة المرحلية والعملياتية اليوم بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي ربما يتحضر لمعركة في الشمال لصد عمليات في الشمال، لأنه يقول قيادة الأركان الإسرائيلية تقول بأننا نعمل على جبهات عديدة في الجولان في شمال فلسطين المحتلة في الجنوب في أماكن أخرى. وصلت الفكرة، أشكرك جزيلا. شكرا العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي من اسطنبول. قالت مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية إن سوريا أصبحت ساحة حرب لا تنتهي، حيث تقوم كل دولة فاعلة فيها بتوسيع مصالحها الإقليمية. وأضافت المجلة أن المصالح الإقليمية تتوسع عبر وسائل تصعيد عسكري وعلى حساب حل الصراع، ما يطيل أمد الحرب في سوريا. وأكدت المجلة أن مشكلة عدم الاستقرار في سوريا تتزايد بسبب القرارات الانتهازية لكل دولة بحسب وصفها، ما يعني غياب منظور السلام في سوريا ومناطق أخرى بشكل يوسع من المعاناة الإنسانية. تستمر عمليات تهريب المخدرات من مناطق سلطة الأسد نحو دول الجوار، حيث ضبط الأردن مؤخرا أكثر من 200,000 حبة كبتاجون، كما أعلنت السعودية إحباط تهريب ما يقارب 2.5 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة. التقرير والتفاصيل. إحباط شحنة مخدرات جديدة قادمة من سوريا، ضبط ملايين الحبوب المخدرة،
توقيف سوريين متورطين بعمليات التصنيع أو التهريب هي عناوين باتت مكررة على وسائل الإعلام العربية، ونخص منها السعودية والأردنية، بما يشير أن كل مساعي كبح هذه التجارة وعلى رأسها التطبيع العربي مع الأسد لم تحقق نتائجها. آخر تلك المحاولات كانت عبر معبر جابر الحدودي، والذي ضبط فيه 237 ألف حبة كبتاغون داخل مركبتين قادمتين من مناطق سلطة الأسد، مخبأة ضمن أسرة أطفال وفق موقع المملكة الأردنية. دول الخليج العربي الوجهة الثانية للحبوب المخدرة، حيث أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية إحباط ما يقارب 2.5 مليون حبة كبتاغون داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة، كما أعلنت القبض على 5 متهمين بينهم سوري. أما الحدود الشمالية الخارجة عن سيطرة سلطة الأسد، فقد أعلنت الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلقاء القبض على أكبر تجار المخدرات بحوزته 500 ألف حبة كبتاغون و200 ألف كف حشيش قادمة من مناطق سلطة الأسد ومعدة للتهريب إلى تركيا. تزايد عمليات التهريب في المنطقة يتزامن مع ارتفاع معدلات الإدمان في مناطق سلطة الأسد، إذ تقول الإحصائيات إن عام 2016 سجل 2400 قضية تعاطي وإدمان حسب موقع أنباء العالم العربي، في حين أعلنت سلطة الأسد عن 11400 قضية خلال عام 2023. وفي الوقت الذي تجني فيه سلطة الأسد 57 مليار دولار سنويا من تجارة المواد المخدرة، وفق ما نشرت السفارة البريطانية في لبنان في وقت سابق، تحتل سوريا المركز الرابع على مؤشر البؤس العالمي لعام 2023. رحبت شبكة سورية لحقوق الإنسان بالخطوة التي اتخذها مكتب النائب العام السويسري في مسار محاكمة رفعة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على إثر وقائع مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي. ودعت الشبكة إلى تسريع الخطوات الإجرائية، خاصة بعد مرور الذكرى 42 على مجزرة حماة وبلوغ رفعة الأسد 87 عاما، وشددت الشبكة في بيان لها على أهمية بدء محاكمة رفعة وهو حي، لأنها تمثل فرصة لتحقيق جزء بسيط جدا من العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا المجزرة وذويهم الذين يعانون منذ ما يزيد عن 4 عقود من إفلات المتورطين من العقاب واستمرار عائلة الأسد في حكم سوريا وفق الشبكة. مع حلول شهر رمضان المبارك يلجأ الكثيرون لافتتاح مشاريع تجارية صغيرة برأس مال بسيط، تركز في معظمها على بيع المشروبات والمأكولات الرمضانية، ما يسهم بتحسين وضعهم المعيشي خلال الشهر الفضيل. على هذه البسطة المتواضعة وسط قباسين شرق حلب، وجد أبو جاسم عملاً إضافياً يدعم عمله الأساسي في بيع القهوة المرة، حيث أتاح له شهر رمضان العمل ببيع المشروبات والتي يتزايد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل. يأمل أبو جاسم أن يسهم عمله الإضافي بزيادة مدخوله لسد النفقات الإضافية خلال شهر رمضان. شهر رمضان شهر خير ومبارك، عدا أنه صيام وعبادات كمان أتاح لي أني أطور الشغل وحط المشروبات الرمضانية مثل السوس والتمر هندي والجلاب، والحمد لله رب العالمين الرزق على الله. يعني أنا بشتغل المشروبات هاي خلال الشهر هذا معروف الحمد لله، بشتغل بالسوس يعني أكترت الشغل بالمرار بالقهوة المرة والسوس، يعني خمير أبدا مر، وفي جلاب وفي تمر، مع أنه عم بربح أنه شيء رمزي. عشرات المهن ينشط العمل بها بشكل كبير خلال شهر رمضان، ما يولد فرص عمل جديدة. هنا محل لتحضير وبيع الفطائر في قباسين، يتحول عمله في شهر رمضان إلى إنتاج المعروك بمختلف أنواعه والذي يزيد الطلب عليه في هذا الشهر، ما يوفر 10 فرص عمل جديدة.
بالنسبة لأجواء رمضان نشتغل بنوقف الفطاير نشتغل معروك لأنه شهر الخير يعني والإقبال على المعروك كتير كويس كل سنة يعني أكلة أساسية المعروك برمضان بالإضافة إلى أنه اللحم بعجين وعشبيب وشغالات وفول وفتة كمان يعني بنشتغلون هون بالمطعم يعني وبالنسبة للإقبال الحمد لله السنة كتير كويس الحمد لله رب العالمين قلة رؤوس المال الذي تتطلبه المهن الرمضانية وسرعة مردودها للعاملين بها هو أبرز ما يشجع الناس على خوض التجربة والعمل بها خلال الشهر الفضيل من خلال افتتاح مشاريع صغيرة تركز على بيع المشروبات أو المأكولات الرمضانية العديد من فرص العمل تولد خلال شهر رمضان المبارك وتستقطب العاطلين عن العمل أو الراغبين بتحسين مدخولهم من خلال مشاريع تجارية بسيطة تنشط حركتها في هذا الشهر الفضيل مجد العمر حلب اليوم حباسي نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل قادما من السويد الشيف نزار يصل الشمال السوري لإعداد وجبات الإفطار للمحتاجين أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف احتفل الكرد السوريون شمال وشمال شرقي سوريا ضمن فعاليات متنوعة بعيد النوروز الذي يصادف يوم 21 من شهر آذار من كل عام مع قدوم الربيع وشارك الآلاف باللباس التقليدي الكردي حاملين شعلة النوروز بعد غروب الشمس وإشعال النار على قمم الجبال في القرى والبلدات بأرياف عفرين ومنبج وعين العرب والحسكة وفي السياق قدم الائتلاف الوطني السوري التهاني لأبناء الشعب السوري عموما وللمكون الكردي خصوصا وأكد الائتلاف أن النوروز هو رمز للحرية والانعتاق من الظلم والاستبداد والذي يلتقي في رمزيته مع مطالب الثورة السورية في العدالة والحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية خرج معبر سملكة عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب نهر دجلة والمعبر الحدودي الواصل بين مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان العراق ونقل موقع نهر بريس المحلي عن إداري في المعبر أن ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة أدى لخروج جسرين من المعبر عن الخدمة وقال الإداري العامل في المعبر إن ارتفاع منسوب المياه في النهر يبطئ ويعيق البدء بأعمال الصيانة لافتا إلى أن نقل المسافرين يتم الآن عبر معبر الوليد مع العراق ويعد معبر سملكة شبه الوحيد لتنقل المدنيين من شمال شرقي سوريا إلى العراق حيث ينقل عبره المرضى السوريون وأصحاب الأمراض المزمنة والسرطان للعلاج في مشافي كردستان العراق وذلك لعدم قدرتهم على العبور إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد ومعنا قصي الأحمد مراسلنا من عفرين قصي لو تحدثنا عن أجواء الاحتفالات بعيد النوروز في المدينة نعم تحية لك وللسادة المشاهدين طبعا يعني بدأ الأهالي هنا في مدينة عفرين وفي يعني النواحي المحيطة بها منذ البارحة بالتجهيز لهذه الفعالية طبعا يعني هي فعالية النيروز هي عبارة عن قسمين يعني القسم الأول هو يكون بتاريخ 20 من شهر آذار يقوم الأهالي فيه مساء بإيقاد ما يعني ما تعرف بشعلة النيروز وإليها الاحتفال الذي يكون في يوم 21 من شهر آذار يخرج الأهالي فيه إلى يعني المناطق وإلى البساتين ويقومون هناك بالاحتفال بعيد النيروز نعم قصي لو تحدثنا عن الأعداد هل كان هناك إقبال من الكرد في عفرين للمشاركة في الاحتفالات يعني حقيقة هذا الأمر ملاحظ يعني هذا العام من حجم التجهيزات التي سبقت
يعني احتفالية النيروز ومن حجم الأعداد التي كانت البارحة موجودة في يعني إشعال شعلة النيروز، كان هذا يعني هذه المناسبة ملاحظ فيها زيادة في أعداد الأهالي. يعني منذ العام 2018 وحتى هذا اليوم يعني من الملاحظ الازدياد التدريجي بأعداد الأهالي الذين يحتفلون بهذه المناسبة في كل عام. نعم قصي، هل تعرض أحد للاحتفالات لأهالينا الكرد في عفرين بالمضايقات، أم كان هناك حماية ربما من السلطات المحلية؟ لا يعني حتى الآن لم نسجل يعني أي حالة مضايقة من السلطات الموجودة هنا للأهالي الذين يحتفلون بهذه المناسبة. يعني على العكس، يعني بعض السلطات مثل الشرطة العسكرية والشرطة المدنية وأيضا يعني حتى بعض الفصائل يعني سيرت دوريات وقامت يعني العديد من الإجراءات لحماية الأهالي في هذه الفعالية، وحتى تمر يعني هذه الفعالية دون حدوث أي إشكال. شكرا قصي الأحمد مراسلنا من عفرين. خرجت في مدينة قباسين شرقية حلب مظاهرة مسائية شارك فيها الأهالي والمهجرون، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 13 للثورة السورية. نحن متواجدين الآن داخل مدينة قباسين، قبل قليل كان مظاهرة خرج بها الأهالي هنا لإحياء الذكرى السنوية 13 من عمر الثورة السورية. للحديث أكثر عن هذه المظاهرة معي هنا أحد منظمي هذه المظاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لنا عن المظاهرة اليوم، شو الهدف الأساسي؟ أنا عمر بيسكي، عضو الحراك الثوري لريف حلب الشرقي. نظمنا اليوم مظاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى 13 لانطلاقة الثورة السورية المباركة. كان أهداف المظاهرة هي أول شيء التأكيد على استمرارية الثورة، كان الهدف هو الأساسي نؤكد على هدفنا هو على إسقاط هذا النظام المجرم. نوجه رسائل للمجتمع الدولي أنه نحن مستمرون في ثورتنا بالتأكيد على استمرارية هذه الثورة، والهدف الأساسي هو إسقاط هذا النظام المجرم. هذا اليوم هو كان نقطة تحول حقيقية في تاريخ سوريا، هو نقطة تحول من الموت إلى الحياة، نقطة تحول من الذل إلى الحرية، نقطة تحول إلى شعور الشعب وشعور الثوار بامتلاكهم الكرامة الحقيقية في سوريا. ما في للأبد، ما في للأبد، عاشت سوريا. أصدر رئيس مكتب الأمن الوطني في مخابرات الأسد كفاح ملحم قرارا بدمج اثنين من أكبر أجهزة المخابرات التابعة لسلطة الأسد في جهاز واحد. وقالت وسائل إعلام موالية للأسد إن ملحم أصدر أمرا بدمج شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز إدارة المخابرات الجوية في جهاز واحد يحمل اسم مخابرات الجيش والقوات المسلحة بتعليمات مباشرة من بشار. ونقل موقع صوت العاصمة مع مصادر أن روسيا تهدف من خلال دمج الفروع الأمنية ذات الاختصاصات المتشابهة في سوريا لرفع كفاءة العمل الأمني والاستخباراتي على عكس العمل العشوائي الممارس منذ 2011 وفق المصادر. نزار النجار شيف سوري مقيم في السويد اضطر لمغادرة سوريا هربا من سلطة الأسد عام 2012، ومع قدوم شهر رمضان المبارك قرر الدخول إلى الشمال السوري لمساعدة الأهالي وإعداد وجبات الإفطار لهم، حيث يزور في كل يوم مخيما للنازحين ويعد الطعام فيه بحضور الأهالي بهدف خلق جو من الألفة. أنا نزار النجار، مهجر من دارية، وحاليا أنا مقيم بالسويد من 2012. قررنا مجموعة السوريين اللي احنا موجودين بالخارج بالسويد أنه نتأسس جروب يكون عون لهم لحتى نقدر نساعد أهلنا وناسنا اللي موجودين بالمخيمات المهجرين، لأنه احنا ما بدنا تخلت عنا الدنيا كلياتها، احنا كسوريين ما لنا غير بعض أنه نوقف مع بعض
ونقدر نحط ايدنا بايدين اهلنا وناسنا المهجرين اللي بالخيام. رحلتي والله معاناه كانت رحلتي. اول شغله دخلت على تركيا، كان نظامي، وعلى حدود التركيه كثير عذبوني. ضليت تقريبا 13 يوم قاعد بتركيا، ما خليت معبر، ما خليت مكان انه ما هجم عليه وروح عليه حتى ادخل ما حد يدخلني. تواصلت مع الاخوه هون جمعيه الحياه ومع الافات كمان التركيه، والحمد لله عن طريقه قدرنا ندخل للريف الشمالي السوري. اللي اختارني الغيره على اهلي وناسي. اي انسان بيقدر يطبخ، هو الهدف الوحيد منه. اليوم انا طعميت هذا المخيم، بس انا مو كل يوم عم طعميه. هو الهدف انه نوصل رساله انه تعالوا تفضلوا على ارض الواقع وشوفوا الناس. اي واحد حابب يساعد، ما بدك تساعد عن طريق جمعيات، ما بدك تساعد عن طريق حد، انت شخصيا بتقدر تنزل لقلب المحرر وتساعد اي شخص بتحب تساعده، اي شخص محتاج. عندنا مطبخين، نحن حاليا عندنا مطبخ بادلب ومطبخ بعفرين، الحمد لله قدرنا نصمم هدول المطبخين. وفي معي ناس واهل بالسويد باوروبا كمان، كلهم مساندين الحمد لله. نحن جينا لعند هاي الناس حتى نوصل لهم الرساله، يطلعوا معنا على الكاميرا، نعيش معهم، نلعب معهم، نفرح معهم، نشوف الاطفال، نشوف الكبار، نشوف الصغار. انا للاسف الشديد يعني بدي احكي هالكلمه، نحن كسوريين اللي عايشين بالخارج مش شاطرين بالكلام حاليا، بس بالفعل لا. انت اليوم اللي عايش باوروبا بفضل هاي الناس طلعت، انت هاي الناس اللي قدمت، اللي ضحت، اللي قدمت شهداء. والله ما حاترك هاي الناس طول ما فيني نفس عم يطلع وينزل، لانه استقبلونا حتى اللي عايش بالخيمه، فتحنا الخيمه واستقبلنا باستقبال بصدر رحب كتير عالي. يعني هاي الناس عندها عزه نفس، اللي عايشه بالمخيمات عندها عزه نفس. بس جار علي الزمان وتخلت علي الدول العربيه والدول الاسلاميه وتخلت عنا الدنيا كلها. ومع قصة نزار التي تعكس التضامن السوري بين مختلف أبناء الشعب، أشكر وصلنا لختام هذه النشرة مشاهدينا الكرام. أشكركم لمتابعتكم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم بخير، إلى اللقاء.